الاومليت بتاعنا اللي بالطماطم هنعمله بطريقه ظريفه جدا ولذيذه ومغذيه. يعني نشوف مثلا احنا كام فرد في البيت، لو احنا اربعه هنعمل 8 بيضات، خلاص من 6 ل 8، يعني ممكن 6 كمان، بس هو 8 هيبقى مغذي. 1 2 3 4 5 6، سبعة، اهو 8. خلاص نشيل بقى البيض المكسور ده كده. طيب قبل بس ما ارب البيض، تعالوا نشوف بصوا الطماطم اللي بالفلفل. هعمل حاجة صغننة قوي، بس ان انا هحط معلقة صلصة صغيرة جدا عليها. ممكن نعمل كده وممكن لا، على حسب ما انتوا عايزين الصوص بتاعنا يبقى لونه ايه. خلاص صغيرة قوي. طيب دي الطاسة اللي هنعمل فيها البيض. نبقى متأكدين كويس قوي ان الطاسة اللي هنعمل فيها البيض ما بتبقاش بتلزق، ماشي، تبقى نوعها حلو وما تلزقش فيها، عشان مش عايزين البيض يلزق. هنحط بقى كده شرايح الطماطم. بيض الاومليت بتاعنا عبارة عن شرايح طماطم وخضرة وكريمة وبهارات. خلاص هنحط كده شرايح الطماطم بالطريقة دي. ماشي، ونحط حبة كريمة. لو ما عندناش كريمة حطوا حبة لبن صغرنانين قوي، لكن لو كريمة حطوا كريمة اكتر. خلاص يعني على 7 بيضات ممكن نحط ربع كوباية كريمة.